عينات بحاجة لمساعدات بيصرفون من الشكات هاي. بتواجهوا أنا أثناء صرفكم لهذه الشكات؟ هاي المشاكل الله قدامكم وأنتم شايفينها بعينيكم. يعني الواحد بزك حاله كمان هو ينبهوا على اسمه وينبهوا على اسمه بسمع الواحد بسمع الصوت هذا شايف بعينيك أنت. يوزعوا المواطنين على عدة بنوك مش على بنك واحد. بهاي الحال بحلوش مشكلة إلا بيوزعوا على عدة بنوك. يعني الوضع سيء في البلاد يعني، وما بتعرفوا يعني في القرى خاصة طورشرم وقروها يعني شوفوا الجمال شوفوا السور والراس وهذا الكفريات يعني، وحرام يعني يصير هذا بدهم مساعدة بدهم هذا ووضع سيء يعني جدا. المساعدات هاي من وين؟ من الدول المانحة، من الدول المالحة المساعدات، وصعب يعني صعب جدا. بوجه سؤال للحاج أبو مازن رئيسنا رئيس دولتنا، لأنه احنا لازم احنا معاقين لازم يسمعنا، وأنا عندي ثلاث معاقين أنا بدي حقوق إلهم. إمتى آخر مرة صرفوا لك؟ أجوا بي ناس وزعوا علينا من 4-5-6 أشهر، أجوا وزعوا علينا ناس وقالوا إنه بحاجة لمعاه مصاري وقطعوني. أنا بدي الرئيس وزير العمل يسمعني المسؤول عن الشغله كلها وزير الشؤون. طب ليه ما نزل كاش؟ طب ليه ما انصرف الكاش شك؟ بعرفش انا. رجعت الشؤون؟ رجعت كيرو ما بيش لك. يعني اسمك مش نازل في لا 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 اسمي مش نازل بالقائمة. انا عندي معاقين وخلي يجوا يشوفوا على الدار حالتهم. قبل كل 3 اشهر شايف بقينا ناخذ 1000 شيكل. هسه السنه هاي اللي مرقت يعني تخلص علينا أنا بالنسبة إلي يعني 600 شيكل كل 3 أشهر. المرة هاي 3 أشهر ونص تنعطونا إياه يعني. من الساعة 6 إلي واقف يا خالتي وجاي بوجعين هيني وعلى الفاضي. كل قد إيه أنتم تصرفوا لك الشيك؟ كل 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر مرة أبكوا يعطونا 1000 شيكل. هسه 600 وأنا أرملة وعندي أيتام. إحنا في بنك فلسطين يعني بنعمل كل جهدنا أن نسهل على الناس ونصرف هاي المساعدات للأسر المحتاجة والناس المحتاجين، لكن احتياجات الناس الشديدة ويعني ومجيئهم بيوم واحد للبنك بشكل أزمة، وزي ما أنتوا شايفين يعني إحنا بنبذل كل جهدنا على أساس نصرف وحتى في أيام العطل هاي المساعدات. إحنا ننصح المواطنين يعني النظام وبعدم يعني الإسراع في عملية الصرف في نفس اليوم، لأنه هاي الشيكات وهاي المساعدات معها 20 يوم قابل للصرف بإمكانية أن تنصرف في الأيام المقبلة، مما يسهل على الناس وعملية الصرف. أما يعني إذا عدد المساعدات كبير جدا يعني يوفق كل 2000 أسرة محتاجة، إذا جاءوا للبنك كلهم عشان يصرفوا في نفس اليوم بده يكون في أزمة بده يكون شوية معاناة، ولكن هم بدهم يتحملوا وإحنا بدنا نتحمل. So the European Union supports the Palestinian society in many different ways. We do construction of roads, buildings, in the health sector, in the social sector. So to support the Palestinians to build their lives and to build their society. Today we are in Turkalm and we see that we support today the people, the poorest people in the society in Turkalm. Today 4,000 people. Today they go to the banks and they get their support from the European Union. Also today we support the people all over the West Bank and the people in Gaza. So here you have an example, a concrete example of the work we are doing for Palestine.